مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لأصحاب البرج الرائع جدا وخصوصا مع الأشخاص الآخرين أكيد إحنا بنحكي عن مولود برج الحوت سنقرأ ليوم الخميس والجمعة إن شاء الله سيبتسم لك الحظ على جميع الأصعدة وتقدر بالفترات القادمة أنك تحقق كل الأهداف والطموحات التي تسبو إليها لأنك تستحق يا صديقي يا برج الحوت طبعا يا أصدقائي بتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد ما ينسونا بالاشتراك في القناة ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى لنرى كيف سيكون معك هذول اليومين هناك تغيرات مع الأصدقاء وخصوصا في شخص بحياتك كالثعبان هذا الشخص أمامك بتحسه زي الملاك بس هو بظهرك عبارة عن شخص مخادع غدار بستنى بس تلف وجهك ما راح يتردد إنه يشوه سمعتك أمام الأشخاص المقربين ستأخذ بهذا الشخص قرار نهائي إنك ما تحكي معه قطعياً يبتسم لك الحظ عاطفيا ستكون نشيط جدا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب ستلقى منشوراتك العديد من الإعجابات من الأشخاص الجدد هناك شخص سينعجب بك كثيرا سيحاول التقرب منك كونوا أكثر وعيا على الطرقات المفتوحة وخصوصا إذا كنت بمركبتك أو سيرا على الأقدام اعلم يا صديقي أن الحادث عبارة عن ثانية وحدة ممكن يصير وإحنا سمح الله ما بدنا هذا الإشي يصير معك قطعيا وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى